السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رشيد. ضيفنا اليوم هو فنان قدر أنه يدخل القلوب المغاربة من خلال السينما والتلفزيون، قدم مجموعة من الأعمال مغربية وأيضا أجنبية. اليوم لي الشرف أنني استقبل هذا الممثل اللي تميز بالأداء دياله من خلال مجموعة من الأعمال. استقبلوا معايا بحرارة عفاكم الممثل محسن مالزي. محسن مالزي مرحبا بك. شكرا براشي، شكرا للاستضافة، شكرا للجمهور الزوين بزاف، شكرا للفرقة الموسيقية، شكرا. وقال لي شكرا للجمهور الزوين ما يحتوش بزاف. شكرا للجمهور الواعر. محسن مالزي، هذه أول مرة معنا في رشيد شو، هذه تكون حلقة إن شاء الله متميزة. إن شاء الله عندنا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الأسرار، بزاف ديال المفاجآت في الحلقة. وقبل علينا وصبر علينا. لا بالعكس، انا فرحان بزاف انني نكون معاك وندوزوا كاع كل شيء، الاسئله والتحديات كل شيء ان شاء الله يدوز مزيان. مستعد واش التفركيس هذا؟ ياك بغيت نعرف شنو هي دابا. انا تيعجبني الكحل، تيعجبني الكحل. بون بغيت نشكر الكوستيم ديزاينر اللي سيدي اللي كاين اللي تيدير بزاف ديال الخدمه زوينه. نشكره على لافيست وعلى يعني على هذه الفكره ديال محسن، انت يا قبل ما ندخلوا في المجال ديالك اللي هو مجال التمثيل ونهضروا على الاعمال اللي قدمتي، غادي نتعرفوا شويه على محسن مالزي الانسان. فين كبر، فين زاد، فين عاش؟ ديما ملي تطرح لي هذا السؤال هذا كنقول اولا انا مغربي. تمام. لانني تولدت في العيون، تولدت في العيون، الاصل ديالي ريفي، كبرت في اكادير في مراكش في القصر الكبير في الدار البيضاء، قريت في الرباط. بلاتي تزاديتي في العيون. تزاديت في العيون. تحيه الناس عيون بعدا. تحيه الناس كاع الناس ديال الصحراء ديالنا. دونك المغرب كله من الجنوب حتى الشمال تقريبا. وانت ريفي الاصل. انا اصلي ريفي. زيد ريفي تزاد في الصحراء. كبرت في اكادير. كبرتي في اكادير. في مراكش، القصر الكبير، الدار البيضاء كنت كندوز فيها بزاف ديال الوقت في العطله، يعني كنت تقريبا العطله كلها كندوزها. قريت في الرباط فوالا. والاصل ديالي من الريف وجده، الوالد الله يرحمه كان كبير. واه سيدي عفوا اخبارك دزتي انت كاع على كاع اللهجات. واه الحسانيه كلشي. واه دزتي الريفيه. واه القصر الكبير الشماليه. الشماليه كازا راه تبارك الله. دايوغ لي زاكسون كيعجبوني. اكادير حكا واكادير الامازيغيه. واه انت راه فيك واحد الخليط في شكل. اليوم هذا الخليط غادي نخلطوه مزيان، غادي نعصروه ونعرفوا اشنو مور هذه الشخصيه هذه ديال محسن مالزي. وعرفت واحد القضيه بانك زاديتي سنه 1982 في راس كانوا وياك في عام واحد زادين. بصح اش من شهر. انا شهر 10 وانت؟ انا شهر 11. انا كبر منك شهر. لا شهر. دابا غادي نحتارمك فهمتيني. بارك الله. هاد القضية قالوها لي اليوم بأنك زاديتي في 82 من مواليد 82 شهر 11. برج سكوربيون. سكوربيون. حنا عرفت هاد القضية ديال سكوربيون، وعندي واحد المواصفات عند برج العقرب بغيت نقول لك واش كتنطبق عليك ولا لا. واش فيك؟ برج العقرب مغيار شي شوية. مغيار وي صح. صح. لأي درجة؟ عرفتي فيه درجات على حسب الشخصية ديال الإنسان. كاين يقدر يمشي واحد، يقدر يمشي بعيد في الغيره. بعض المرات يقدر شي حوايج يبانوا لي غير هو، يقدر يغير بزاف زعما. بعض المرات اكثر من القياس. كتغير؟ كنغير. واه تنغير على بزاف ديال الحوايج فهمتيني. الغيره فيها. الغيره فيها.
برج العقرب داخل سوق راسو، واش هاد القضيه فيك ولا ما فيكش؟ سي كاينه داخل سوق راسو، اللي ديسكري بزاف، ما كيبانش بزاف، ما كيبغيش فيه شويه ديال الغموض، فهمتيني؟ كاين شي حاجه يعني فلومبر، ما كيبغيش يبان بزاف. كيقولوا ايضا ان برج العقرب عزيز عليه الوحدانيه، يكون بوحده. واش هاد القضيه عندك ولا ما عندكش؟ حيت واخا هي راه يعني حنا تنقولوا شنو تيتقال، واخا الابراج الناس كاين اللي تيامن بهذا الشيء وكاين اللي غالبا كاينين دي كريتير اللي تيكونوا قرابين للشخصيه ديال الانسان، كاينين شي حوايج اللي مشتركين في الابراج يعني كلهم. وي كاين الوحدانيه ولا العزله، يعني كاين بعض الاوقات اللي كتبغي تبقى بوحدك، جو خوا كل واحد كاع الناس عندهم هذه القضيه هذه. برج العقرب عنده مع النفاق ولا ما عندوش مع النفاق؟ عنده مع النفاق ولا ما عندوش مع النفاق؟ لا ما عندوش مع النفاق، هو ديريكت بصح. ما عندوش مع بعض المرات ميم هذيك يعني الكوتي اللي فيه صريح ولا يقدر يخلق ليه مشكل بحال التران بعض المرات. وكيقولوا على برج العقرب ايضا انه اناني شي شويه. ما عرفتش فاش اناني. فاش اناني فوالا، فاش اناني، فاش يقدر يكون اناني. انا اللي كنعرف ان برج العقرب، المهم تنهضر على شخصيتي، كاين يقدر يدوز بزاف ديال الامور، ولكن بعض المرات ملي كيتوصل فيه كيف تنقولوا هذا، يقدر يوقف، يقدر يهضر على حقه بزاف، يقدر يكون اناني في هذيك اللحظه. كاين الانانيه كين شويه في شخصيتك ولا ما كاينش؟ ضروري غادي تكون ضروري الانانيه. اي واحد عنده شويه الانانيه، اي واحد عنده شويه ديال الانانيه. ياك معروف على العقرب ايضا انه الضربه ديالو صعيبه، كيلسع. وي كاين الانتقام في برج العقرب. كتنتقم؟ انا ما تنتقمش بصح، ماشي زعما بغيت نهضر على راسي زوين، ولكن كتجيك الفكره، هي كاينه في الشخصيه، يعني كتجيك فكره انك ملي كيدير لك شي واحد شي حاجه خايبه كتبغي تنتقم، ولكن انا ما كنوصلش لهذاك، ديما انا كنسامح، زعما قبل ما كنكون معصب في واحد الوقت، ولكن من بعد كننسى. مي كاينه هذه القضيه هذه. كتسامح؟ كنسامح واه، ما كنفكرش فيها الصراحه. محسن كيبين لنا راسو ظريف اليوم، زوين ما كينتقمش، نادري ما كينافقش، كاين انانيه. واخا اليوم غنزيدو نعرفوا الشخصيه مزيان. غنتكلم لك على واحد المسلسل اللي داز مؤخرا واللي حقق نجاح كبير، اللي هو مسلسل جروح، واللي تميزتي فيه من خلال الدور ديالك. الى سولتك على جروح، شنو ممكن تقول على هذا العمل هذا؟ صراحة مسلسل جروح تجربة اللي كانت رائعة بزاف، أكثر من رائعة، لأنه كانت فيها الفرقة كلها، ليكيب كانت زوينة بزاف. اللي كان بغي نشكر المخرج أكتاريوس، هي رضا زروال، دي او بي، ليكيب كلها، ما بغيتش إلا دخلت في السميات ما غاديش نسالي، مي بغيت نشكر ليكيب كلها، الممثلين اللي كانوا رائعين بزاف. كان لي شرف أنا نكون مع سي رشيد الوالي، فاطمة زهرة بن ناصر، كريمة غيت، مجموعة من الفنانين اللي بصح أنا هذا المشروع هذا فكرني في يامات المسرح، لأنه كنا في يعني كانت ليكيب مجموعة، كنا كنخدموا، كان وهذا الطريقة ديال هاد لا كونسونتراسيون عطات هذاك العمل اللي زوين يعني. وهذا المسلسل هذا كان في واحد المستوى اللي بحال قلتي ان بروجي اللي كوريكت، فيه كاع المقومات ديال العمل درامي، ولقى نجاح كبير، وشي حاجه كيشرفني. وحاجه اخرى في مسلسل جروح، هو لعبت الدور اللي مختلف على الادوار اللي كتعطاني غالبا، يعني كان دور ديال الطيب، دور شرير، دور خايب بزاف، وكان تحدي بالنسبه لي انا نلعب دور بحال هكا، وكان الحمد لله كان نجاح ديال المسلسل وديال العنوان جروح. جروح، شنو هما الجروح اللي عشتي في حياتك وكتشوف انه مازال ما براوش؟ طبيعة حال اي واحد كيكون دوز شي مواقف صعيبه ولا فقد ناس. المهم انا الوالد الله يرحمه بطبيعة الحال كان هذا كانت شي حاجه اللي مؤثره بزاف على شخصيتي، لان كانت عندي معاه واحد العلاقه ما يمكنش، كان قدوه بالنسبه لي. الفقدان ديالو خلى جرح، الفقدان ديالو كان خلى واحد الاثر كبير، وبقات علاقتي به زعما تنحس به بحال ما ماتش لحد الان، مازال كنتفكرو، مازال كنحلم به بعض المرات. وكاينين مواقف في الحياه اللي صعيبه بطبيعه الحال، اللي كيكونوا قاصحين، دي مومون اللي صعابين في الحياه. انا في الصغر كان
دوزنا لحظات زوينه ودوزنا لحظات اللي صعيبه بزاف. اللي كان خصك مثلا ملي مات الوالد الله يرحمه كان خصني نعتمد على راسي، باقي صغير، وكان خصك تشري مثلا كتبه دياولك، كان خصك تخرج تقاتل، يعني اوقات ماشي سهله. ولكن بحال هكا زعما كاين مواقف صعيبه، كاين مواقف صعيبه. وكاين شي جرح ما براش، مازال ما براش. كنظن ان الجروح الوقت كيداوي صراحه، الوقت كيداوي الجروح. كتامن بانه الوقت كي من طبيعه الحال كيداوي بزاف. والدليل على هذه الهضره انه ملي كيدوز الوقت كتفكر ديك اللحظه اللي دازت صعيبه وكتقول انا دابا واحد اخر، ويعني ما كنحسش بهذاك الشيء غير في الوقت اللي تنكونوا فيه. مثلا كندوزوا من شي ظرف صعيب كنكونوا بحال قلتي بحال تنكونوا شاعله فينا العافيه، كيخص واحد شويه الوقت باش تبرد وتقبل امور. وكاين النعمه ديال النسيان ايضا. النسيان تماما، النسيان اللي كيخلي الانسان يتاقلم مع الوقت وبشويه بشويه طبعا كنقولوا هذاك الجرح يلتئم. تماما تماما. محسن مالزي، انت تبارك الله الان المسيره الفنيه ديالك فيها 15 سنه تقريبا، 14 سنه نقولوا فيها بحال هكاك 14 سنه 15. كيف تجلى الولع بهذا الميدان هذا الفن؟ الصراحه هذه قصه هي في الشكل، لانه انا ما عمرني تخيلت راسي نكون ممثل. كنت كنحشم بزاف في الصغر، يعني ما قدرش، ما عمرني تخيلت راسي نوقف قدام الكاميرا ولا ندير. كان فيك الخجل؟ كنت كنت كنحشم بزاف. حشومي حشومي ودابا مازال شويه الحياه. كان في الليسي فين بدا منصف، خويا منصف هو اللي تقريبا كان كيدير المسرح. كان منصف اللي مخرج منصف مالزي هو اللي مولوع بالسينما والمسرح، وتقريبا هو اللي كنت كنمشي معاه لدار الشباب، وكنت غير ملاحظ كنشوف كنشوفهم كيديروا مسرحيات. واحد المره داروا واحد المسرحيه في الليسي، وكان هو وكان واحد السيد اخر اللي بغيت نشكره لانه كيرجع عليه الفضل، انه هو اللي بحال هو اللي هو اللي اثر عليا باش نمثل باش ندخل للتمثيل وشجعني. قال لي غادي دير معنا هذا الدور، ماشي سوقي انا. واخا انت ما كنتيش واخا انا كنت ما يمكنش. لا قال لي لا غير وقف، غادي غير توقف معنا وبشويه. هو الشريف ويكلاندور اللي كنبغي نشكره بزاف لانه يستحق. وممثل هو ممثل رائع، يعني ما اول وقوف ديالك فوق الخشبه كي كان الاحساس؟ صراحه كانت عندي واحد كان عندي واحد المشهد كيكونوا هما قدامي، دونك كان باخر، كنكون انا اللور مخبي يعني كدوز داز باخر. ولكن من بعد عجبني الحال، فهمتي، عجبني الحال في هذيك المسرحيه اللي كانت في الليسي وشاركنا بها في مهرجان الوطني، ومن بعد درنا مسرحيه الاطفال. يعني تما بديت كيعجبني الحال وانا كنمثل. ويمكن بزاف ديال الاباء الان كيتفرجوا فينا. الناس اللي كيعانيوا من الخجل، الاطفال اللي كيعانيوا من هذا المشكل هذا، ممكن يديروا مسرح تماما، هو كيكون بحال اون ثيرابي، بحال علاج اون ثيرابي بصح لهذا المشكل هذا. الناس اللي كيحشموا بصح هو كيقوي تيطور حتى الشخصيه ديال الانسان وكيخليه يشوف الداخل ديالو، لان المسرح كتوبسيرفي شنو كيوقع فيك، دونك كتصالح مع راسك شي امور. هو مزيان للاطفال. محسن مالزي، اشتغلتي ايضا في اعمال اجنبيه كثيره. شنو من الاعمال اللي اشتغلتي فيهم؟ صراحه قبل ما ندير التلفازه كنت خدمت في اعمال بزاف كثيره اللي ما تنعقلش على السميات مزيان باش ما نقول شي حاجه. خدمت في مسلسلات اجنبيه، خدمت في افلام ايرانيه، المانيه، انجليزيه، امريكيه، خدمت مع السوريين كذلك في المسلسلات التاريخيه اللي كانوا ملوك الطوائف. ملوك الطوائف، عمار. هادو كانوا ادوار اللي صغيره، ادوار اللي صغيره، ولكن تعلمتي منهم من طبيعه الحال، لانه اي كتشوف طرق مختلفه ديال الخدمه، كيفاش كيخدموا الناس، وهذيك التجربه عاونتني بزاف، خلاتني نفهم بزاف د الحوايج، وبحال قلتي صقلات الاليات ديال الاشتغال. نعم. الا سولتك محسن مالزي، شنو هو اكثر عمل تلفزيوني قربك من الجمهور ولا شهرك عند الجمهور اكثر؟ هو نعم لالا. نعم لالا. نعم لالا، المخرجه زكيه الطاهري اللي كان نحييها من هنا. عمل هو اللي قربني تقريبا، كان شيفور ديال الطاكسي ولد الشعب، قريب للناس وبقى عند الناس بزاف. وكاينين اعمال اخرين بطبيعه الحال، بيا ولا بيك، هذا اللي مؤخرا، ولا عليك، الوجه الاخر، كانوا مسلسلات اللي بنات العساس، هو مسلسلات اللي بقى واحد الصدى زوين عند الجمهور.
واخا نحاولوا ناخذوا بعض الاعمال اللي اشتغلتي بهم ونخرجوا منهم الاسئله. واخا واخا الى هضرنا على مسلسل ساعه في الجحيم. كل واحد فينا بعض المرات كيدوز واحد الساعه في الجحيم. واش انت كتذكر حياتك دوزتي شي ساعه بحال هكا؟ شي وقيته اللي دازت عندك صعيبه بزاف ما تنساهاش؟ ضروري غادي يكونوا بزاف ديال المواقف. ولكن واحد المره كنعقل كنت سديت على السوار ديال الطوموبيل، تسد لي يوم وتسد الطوموبيل ما قدرتش وكان بعيد باش نمشي نجيب الساروت الاخر. ما فكرتش فيها، قلت راه بعيد، وليت هرست واحد يعني الجاجه ديال الطوموبيل، وليت خسرت الطوموبيل وما تحلاتش. ولكن اضطريت نمشي حتى للدار باش نجيب الطوموبيل. دونك دازت هذيك الوقت صعيبه بزاف. إذا سولتك على مسلسل الوجه الآخر، الناس كيعرفوا محسن مالزي الممثل ظريف، تنشوفوا في الحوارات ديالهم داخل سوق راسو. الوجه الآخر ديال محسن مالزي، الوجه الآخر ديال محسن مالزي هو ملي كنتعصب صراحة. ما كنحملش راسي ملي كنتعصب. الحلقة ديال اليوم نحاولوا ما نعصبوكش وصافي. لا إلا بغيتي تشوف باش نبقى نجريك أنا. لا صراحة ما كنبغيش نتعصب، كنحاول نتفادى، لانه كان ما كنتحكمش في الهضره ديالي بعض المرات. ومن بعد كنقدر نندم على شي هضره، حيت راك عارف الغضب من المشاعر اللي صعيبه وقويه، واللي العالم عنده مشكل في هذه القضيه هذه. وباش انك تجيري هذه المساله ماشي سهله، يعني خصها خدمه كبيره. انا ما كيعجبنيش راسي ملي كنوصل ليها، يعني ما كنوصلش ليها بزاف. يعني كنقدر نادرا فين كنبان زعما انا مكالمي في الحياه وداك الشيء، ولكن اللي كنوصل لهذيك الحاله ما كيعجبنيش راسي. اشتغلتي ايضا في تيليفيلم ما كانش على البال. شي حاجه اللي عشتيها وتحققت لك وما كانش على البال، كتقول دابا شوف دابا هذا الشيء هذا ما كانش على البال. كل واحد فينا بالقدر والصدفه كنلقاو راسنا في شي حاجه ما كناش كنتسناوها. صراحة أنا كنقول يعني الحياة اللي وصل ليها الإنسان اللي وصلت ليها دابا ما كانتش على البال، فهمتيني؟ يعني ملي كتفهم واحد القضية، ملي كتخدم مزيان وكتعب وكتضرب تمارة في حياتك وكتكون ديما مجتهد وأونجاجي في خدمتك، الله كيعطيك بزاف ديال الحوايج وكتحقق بزاف الأمور في الحياة. بصح دابا بزاف ديال الحوايج كنشوفهم في حياتي مع عائلتي ومع الناس اللي قرابين ليا، وكنقول الحمد لله على هذه الامور هذه كثيره بزاف. كاين ايضا فيلم احنا دابا كنديروا واحد السرد السيره الذاتيه ديالك من خلال الاعمال ديالك. فيلم غرام وانتقام. غرام وانتقام. غرام وانتقام. قديم هذا التليفون. واش كان عندك حظ من هذا العنوان هذا؟ هذا عنوان راه فيه جوج الحوايج صعاب. الغرام وانتقام. الغرام وانتقام. عشتي هذا الشيء؟ الغرام ولكن انتقام لا. محسن سمعتك في واحد التورناج واحد النهار كتغني، وقلنا اليوم هذه فرصه باش نختبروك في الغناء مع الفرقه الموسيقيه ديالك. صراحه هذه بغيتي تقولها. علاش انا بغيت نحرجك وصافي. بغيت تخرجني. لا ما سمعت، ما عمرني دندنت شي حاجه. ما نقدرش نتقل على سميتو، ولكن الا بغيتي ندندن ما عرفتش. انا عارفك ماشي مغني. انت ماشي مغني الصراحه، ولكن الناس اللي كيديروا المسرح كيكونوا كيقدروا يغنيو بطبيعه الحال. واخا هذا ما تنقولوا ممثل كيغني ماشي مغني. ما خصكش تطيح في الصنوط. نحاول. صافي تفيقات على محسن المجد. شكرا. نسمع علينا الهوى من مفرق يا هوى
عليا كتقول لي نحاول. اش نحاول تحاول انت مغني دابا خصك تدخل للميدان. لا لا ياك ما كدير شي خدمه مور موراها. لا صاحبي ما تزعمنيش نقدر نقول اللي كندير الغناء تاعي. واش فيها اش فيها تبارك الله. لا اصلا المسرح في المسرح تقدر تغني يقدروا يكونوا ادوار اللي فيهم الغناء بحال هكا. وان شاء الله علاش لا الا جاك شي دور ايضا في الغناء علاش لا. محسن غادي نختبر دابا الثقافه الموسيقيه ديالك شويه ونعطيك مقاطع موسيقيه واي مقطع ما عرفتيش في المقابل غيكون عندك شي تحدي من بعد. واخا اوكي نسمع المقطع الاول. قادر دابا صعبوا معاه شويه عاوتاني صعبوا ياك جرحي. لا برافو هذه قلت خاصني نعرفها حيت معروفة. سمعوا مقطع آخر. لا بصح عندي اسمعي اسمعي هذه عاد غنيتي هذا نفس المغنيه نفس المغنيه فيروز. برافو علي. داك تمشي للزين وانت الزمان غريب. برافو. شكرا. واش عمرك قلت هذه القضيه؟ لا لا صراحه ما قلتيش داني مشي للزين وانا راجل القضيه اش سامحني واش قلتي الغناء زعما اش داك تمشي للزين بصح ما تقدر تقولها هاد المره. يلا نسمع مقطع اخر. سبع عقيل سبع عقيل الله يرحمه. بنات العساس بنات العساس شكرا تبارك الله عليكم.